فيها وجد. السلام عليكم. هلا باش فهم لك. السلام ورحمة الله. شوف شحال دير لي سومة البريد. شوف نورمال يدير 60 وانا نطيب لك 70 70 بصحتك. 62 ديه كمارة 62 هاول هيفي صاحبي ايه ديك يا سومتو باش صحة 65 64 مزاد شيرا في المزاد هاي الحاجة اشتعطي سمت هاي خيفي هادو شكون اقسموا بنت بعضاكم وصاي شوف هادو باباوي يدخلوا في هذا البيزنس هم باغي ها ماش حاجة هم باغي يدخلوا في هذا البيزنس خمسة و شي سيفيل ايوه شوف انا اعطيتك له 70 تما حبيتش و بلوس هذا راهو هذا راهو خير من نورمال اها لما مولوك نشوف عند ما يتباعش هذايا مين جبتو تا شوف تديه ب 65 ما يتباعش تا مين جبتو بصحتك 65 لك الديت نورمال تلك 64 جاوب لو يهضر معاك جاوب وي راك تقول هذا مين راك تقول ما يتباعش انت مين جبتو ما ربحوا لي واحد مش عارف بالك يتباع بالك ما يتباعش هذايا انا باحوا لي واحد مع البالاص انا فهمت صاحبك كبيره مابقاش نعاود نفس الهضره تما لو كان نعيط للبالاص نسقسيه يقول لي سي فري بعنا بيستولي لسيفيل هكا كيفاه سيفيل انت شي تكون سيفيل انا مانيش بوليسي لا سيفيل تكون سيفيل اه فهمتك قصدك فهمتك فهم قصدك صح وهذا الشاره اللي راهي في يدك واش تقول ايوا هذه جات مع الفيستا هذيك ربي لا ما تجيش مع الفيستا هذه ما تجيش مع الفيستا لا من الاخر هذه قلتها لك الاولى هذه وشنو من الاخر من الاخر خفيف ما تشريش اسمع صحيح بصحتك يلا يلا من الاخر مانيش اروح صاحبي وي ربح الكونفيونس من بعد بدات تخدم هذا يا اخو والله ما راني بوليسي اسمع اروح اقسم بالله ما راني بوليسي حاب دوك نحط البوسبوس بطاقه تشوفهم بلي مانيش بوليسي ما كان ما تدخل ما تهضرش كاع الشارع تحط البوسبوليس قولوا بلي ماش بوليسي انا عندي شوف دخلت المدينه هذه تقدر ديرها الشاره هذه تقدر ديرها في المحل تاع الملابس فهمتني اسمح لي خويا مانيش داير يا خو دبر راسك معليش حتى دير 64 تدي انا راني حاب نبيعو باش نخصص دراهم خفي مانيش داير فيكم شوف هاي شنو نقول لك شنو نبيعو لي ارواح شوف اذا تعرف جماعه البالاس ابي بريوار صح معاهم شبح راك عارفه صح هذا هذا بون كان او ميم طون كان يخدم فيه خدمته ماك صايب مدخل مع البالاس جا فات عليا هضرت مع واحد قلت له خصني بيستولي قال لي ما عندناش مش عارف بالك يكذب بالك عنده ما حبش يبيع لي صح اماك جا هذا البالاس لابس لبسه تاع البالاس هضرت معاه قلت له خصني بيستولي قال لي اركب معايا قال لي اش دير بيك قلت له ما يهمكش قلت له خصني بيستولي هنايا صح قال لي اركب معايا ركبت معاه قال لي شحال عندك قلت له عندي 60 كا صح رحنا للدار قال لي صيب بعطيك دير لي سلاش جيب كاش وعطاني دراهم ونعطيك البيستولي قلت له مانيش رافد في البنكة رحنا البنكة صح حط لي سلاح تعطيته وحط لي سلاح تسحر حطه في الارض تسحر ما وليت ما نشوفش فيه ما وليت ما نشوفوش سلاح ما سطوش صح وما ديكت قال لي معليش اروح معاك للدار رحنا للدار حبط لي سلاح كلو حطمني في لامار باش نلبس سلاح ستول هيبي وانا اصلا ما كنتش حابه بس كل هيبي ما نعرفش نلعب به باش تلعب به تعرفش تيري به ايه بس صامت ثقيل ولا ما عندك شي مشباب تي ما تعرفش تفيزي قول لا الهيبي ما نعرفش نلعب به الهيبي قصدك الديقل ايه ضبط بالراسك خلاص اديه ب 64 وصافي خفي ضبط راسك لك بيتشي
انت واش رايك؟ انا فهمتك واش صرا واش ما صراش. انا على حسب ما فهمني ضروك وليت 50-50 مي بصح كيف مانيش داير فيه كونفيت. بصح الا باغي تشري شري بالاخر. حاب نحط بوست بوليس تشوفهم اسكو لا بوليسي ولا لا شي بوليسي. شوف ديجا الشاره اللي راك دايرها في يديك هذه انتيردي. الكراد هذا انتيردي ديرها غير العسكر ولا البوليس. ما كاش هذا ما درتش ما فيستا. انا انسان كبرت وين ما نشوف الكراد هذا نتوش بس. والله غير هذه درت سلسلتها في تاع الملابس وجا قبيله تاع بدل لبس لي حارو عند الخياط يقلعها. اه بالا بالا هذه الخدمه والدور فيها الصوالح دوك. هذا كون جا البوليس راح ندور بها. راك تلاقيت بينا حنا رانا قلنا لك كاين ناس يتوسوسوا لك قادر يخطفوك يحسبوا البوليس ولا كي تعرف الكراد يخطفك. اه حنا رانا قلنا لك تدبر. السلام عليكم. هيا خلاص دوك نحيها بدل على السلام عليكم. الو مش عارف شوف مع صاحبك انا اللي فهمتك واش كاين واش ما كاش. ما ندبر راسك معاه. لا لا هو كان حي يشري وانت وسوس كل شيء وسوستوك ما ها ما كلا ما كلا ها راني اللي ما نشريش ها تربى الى الى بغي نشري نعيط لك من بعد دبر راسك صح. اه كونفيرمي كونفيرمي قبل من بعد شيخ شيخ ايه واش كاين نكونفيرمي واحد لعب صنعيطول كيفاه نكونفيرمي واحد لعب صنعيطول اوكي اي صح اوكي اسمع ليلى محمد رسول الله تو كنا نهدروا مع اخوان كارلوس وصبنا مواطن عنده سلاح واحنا رانا المافيا على اساس ما باش نولوا نحنا اللي نبيعوا للجانج. الى حد الان مازلنا ما بعنا حتى سلاح دونك هذا السلاح مش عارف منين جاء ماذا بينا نفهموا الحكايه معناتها. المهم جمعنا هذا المواطن هذا حكمناه بغى يبيع لنا السلاح من سقسيته من جبته شكون باعه لك وكاع قال لي باللي بصيت اصلا. ولا لا احنا ما بنش ولا لا ما بين حتى تحت. ولا لا قال لي باش تحكي مع هذا الراجل الهيفي. راني سير ناس نحاولنا كمل السلاح تما نحاولنا السلاح تما تقبلوا كان نقول لكم نخطفوا هذا السيفيل هذا بس الحمد لله ماشي مليح انا حالي جوب ماشي انا خفي عيط له دير له رونديفو نخطفو ديريكت حالي جوب عيط له ماشي مطول يعني باغي نشري ما درت والو قول له سي بون كونفيرمينا من جبت السلاح تاعك ما عنديش قول له بلي ايه تمني انا ثاني بعث لي عيط لي واحد قال لي نبيع لك سلاح تحب نعطيك اسمه الصب هي عطيك حق كباري اسمه مع اللي راه عند جابوا لي شيء واسمه كان واحد اسمه راسيم الراسيم من وين شي هذا اروح روح شوف النظره تاعك هذا اللي قالنا قول بيع فلوسي بياس قول له هو يبيع فلك خليه هو يبعث نروحوا ليه نرفدوه ديالي روح له وحدك وحنا نكون متفاهمين له رامي دورو 3 4 تاع الناس ماهوش وحده نورمال انا في 6 انا في 6 شوف اللي بعث لك الميساج لانستون سلاح ماهوش يدور في المدينه كاش اللي عنده فور لانستون كان البيستول اللي شريناه من الاول عند بلاك ماركت البي غير ايوا هذو هما غير الواله كامل هذوك ابو سمك البلاك ماركت قول لي انتم اللي مداري تدوروا بتوني الزرقاء هذيك كيما الطوموبيل تاعكم ايوا كوخاتش هو كونفيرمي لي قال لي توني زرقاء و قال لي بالاس هو
قلت له انا خليني كونفيرمي باللي انت خاطش عنده شغل واحد الشارات في يده تحسبه بوليسي. قلت له خليني كونفيرمي باللي انت ماكش بوليسي. اه كاين هذاك اسمع هو هذا كان البارح اللي خطفناه. اه لقينا عنده سلاح حنا ونحيناه له. تما نحيتو له سلاح وهذاك اصبر ايوه نحينا له السلاح هذاك. وهذا كان يهدد فينا. مين جابوا السلاح؟ احنا باش خطفناه ما عانيش عارف احنا باش خطفناه هددنا. هددنا دوك انا نولي اصبر نهضر لك واش قال لنا سواسوا. قال لنا دوك انا نولي نحكم نحكمها كاع المدينه هذه قال لنا نولي نحكم حتى في المافيا. صح وهذا واش يكون هذا؟ لابس 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 كل لابس كوستيما كيما تاع المافيا وعنده شارات في يده سواسوا. وي وي بشير وهذا شي يدوروا مع بعض يدوروا في مطوات يدوروا في مطوات سوا سوا. جانا واحد بموطو وواحد بطوموبيل. ايه هذا خطفناهم احنا البارح ونحينا لهم السلاح من بعد كيفاش جابوا السلاح مانيش عارف. بون دوك دوك شوية تلاقيتهم حدا السبيطار دوك شوية تلاقيت. انا ثاني تلاقينا فيهم مقبل. فورد شارجر الشارجر ولا ما بين شنو هذيك طوموبيل. دوج ولا. انا بعثت له ميساج ما ريبوند عليهش. قارت سنطرة اللي بعت لي ميساج قال لي روح قارت روح شو روح انا ويك قارت شو عارف دو نتلقوا في كلاسة قا واحد دو هيا روح مين تلقى في مشي نختاروا بوزيسيون نحبسوا زمان ايه دوكا خيروه نبوسيو معاه نبراكيوه وحنا نبراكيوه نبعثوا لك بوزيسيون اروح ديريكت نبراكيوه قا فيها ايه سيك ايه اصبر رياح هنا حتى يباتنا الله خصيص اوكي قرب شوية الله فيه ايه قرب شوية الله من الباتشان بشير بشير الهضره يدك داخلنا الهضره يدك وي وي دو حد ناوي السلاح في حل في حل في حل في حل روح صاد الموت كيف نبدا وخير صاد الموت لا سي عاكواز ها عاكواز زاش نخدم ها نروح اركب زفير اركب زفير نروح نخدم بوزيسيون ياك ناوي كاش يمكن ايزولير بهالنيكوسينس وتغار السلاح ديك راتسون انا واكاش بوزيسيون بان نيغوسي ديس سكي تشينيش غاس بوزيسيون كان لا ما في غي ها سكني نوض روحن نيدي ميد روحن كتبرا كي غسل موش كتيني سعكاس صافي تشاخو طيري ها سوي كان سالسه نصلا موطة ذويها شو ضرب دارة اروح تبعني تبعني اركب كان اركب اركب ايش اسم اخذه سجد تليفوني نيك سجد بوزيسيون اروح تبعي روح روح ترانسيس تلس تنكر يا وروح اروح اروح راني نتبع فيك روح مشي هنا يا روح ها يا لبالي روح روح لبنين اروح اروح تفدي الهضور تفدي تندي الهضور راح كنور صراحة مو شنو يعرف فيكم دراهم
شنو؟ في البنكة؟ صح. الدرام هما الوالا الدرام نديريهم لك، السومة كيما هادي ما تترفدش في الجيب. صح، انا نعطيك السي سي بي تاعي. صبر صبر اصبر 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 ديرك انت اصبر. شوف السلاح اروح اروح تشوت لي البيستون، هات لي شوت البيستون اللي راه عندك. هات هاك هاتولي شو اصبر. فلاما تسحر ولا باسكو يبي السحر. اصبر ري اروح ها ري شوف كيما راه ري هو. شحال معنا امو زوج فيها هادو الخمس حبات هذا ما في طرق عقبو. اوكي عاد شوف فرار متحطش الديكا شيها وشو هذا اش دراحك. اصبر 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 وشو حده شكون هذا فعل حاجة روح 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 كيما اكس حقا دول روح 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 تبس اصفر دقيقة احتاجك وش جيتوا تديروا هنا توما قول فين سقسي فيك يا ايوا كوفر كوفر بوزيشن بوزيشن مازال واحد انا صرعتو انا صرعتو يا ودي مشاكم ديرو سي بون متيريش ارجع حبس كي نحيل هاني مينو تحبس اخوان نحيلو لي مينو حبس تاكي مارك حبس ما تبوجيش حبس ما تبوجيش حبس حبس ما تبوجيش هذا اوه ايوه عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الحمد لله. خويا مرخيتو من الإنتاج الأخرين يطلعون عليه زلاء. نفس مسيب. وليش خرجت بالطوموبيل؟ إيه طلعت في الدروز ما في على الدنيا. أنا شفتك قلت لي بعد كم يوم تطلع بالطوموبيل تطلع في أمريكا. إيه الدعية ولا أنا هزع في الانفاس ده. أستاهل. يا درع طاوكش العمل ما زال. اخويا عطوني سلعه كيما ساعه قبل كل شيء نحب نفهم انا شكون البوس نتاعكم. ما عندناش بوس حنايا هذاي شغل نتمشيو بالسيستم تاع فوطك فاهم كيف ايه فوطيو عفسه فوطيو عليها عجبتنا نديروها ما عجبتناش ما نديروها ما هو شوف اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي حيت الماسك برك اسمح لي مش مشكل الحاج يضرب في حاج
ايه لبس لبس خويا خويا الحاج خويا اسمعني البروبليم باش نحصروا السلاحات ما تتباعش للمواطنين. ايه هلا هذه انا توجيني واحد يقول لي خويا انا في جانك ما نجمش نتاكد فهمت دونك انا قلت نوليو نتعاملوا كان مع البوس نتاع كل جانك باش نضمنوا السلاحات قاعده تمشي للجانك مش قاعده تمشي للمواطنين فهمت. انا من جهتنا كي شغل قول احنا خمسه تقدر تتعامل فينا في خمسه معنا في خمسه احنا في جروب اكثر من خمسه اللي بصح تقدر تتعامل مع هادو اللي راهم حاضرين ضروك وواحد ماهوش حاضر. إيه احنا خمسه بحال كونفيونس كونفيونس اللي تقدر تتعامل بيهم احنا في خمسه. ديجا سمعت هضره دارت هاد الايامات سمعت هضره دارت هاد الايامات بلي سيفيل جابوا السلاح من عند لابوليس دونك الدوله شويه راهي خربتها لا الا هي الدوله خربتها. وشوف انا كنت نهدر توا مع البلاك ماركت وقت لقيت ما عنده سلعة قلت ورانا حاطين دراهمنا الكل في البزنس هذايا نتاع السلاح دونك قلت راهو باش تصير خلل ولا تسريب اخر نتاع سلاحات رانا انا وجماعتي الكل باش نسافروا من المدينه ديريكت على خاطر ما عادش تساعد الحكايه فهمت راهو ب 75 كا قلنا السلاح عندك الساعه دوك معك 75 كاس لاح شي بزاف تخيل يا ولدي يقولوا راهو برشا يديك ربي يقولوا راهو معاه شريحات قال لي لا هدرت مع لي جانغ وموافقين مش عارف اخويا نجي في كونتينر انا ما هدرش مع هذا ما هدرش معنا هدر معك ما قاليش هذا البري والله ما قاليش هذا البري البري بصراحه والله بدي قعدت شوكي فهمت قال لي راني باش نغلي فيه باش ما البري قال لي نطلعو مي بصح ما قاليش هو عنده الحق يغلي مي ماشي على لي كاك لي كاك توجور عندهم ان بورسونتاج نقص لا البيزنس ديجا تاع السلاح راه عاد خاوي البيزنس تاع السلاح باش تبيعوا اكثر من 75 اكيد مي اسكو سرقوا مواطنين عندهم الفلوس باش يشرو نعطيك معلومه نورمالمون ما نقولهالكش ايه نورمالمون هذه ما نقولهالكش خاصنا احنا ما غاديش نبيعوا السلاح الا شرينا سلاح نشرو لينا حنايا اللي كيف ما غاديش نبيعوا سلاح سيفيل ولا جانك حنا رانا نفكروا على بيزنس واحد اخر باه نبيعوا انتوا ما عندكم بيزنس تاعكم وحنا عندنا بيزنس تاعنا حنا ما نضركمش بيزنس تاعنا انا يجيني سيفيل يقول لي خصني سلاح نجي عليه في الراس ونتيري عليه من الاخر ما عنديش حنا ما نبيعوا سلاح شوف انا ننصحكم تبيعوا علاش خاطر معناتها سور الساخره نتاع فلوس فاحنا راه ما عندناش حتى مشكل بالعكس نحنا نبيعوا لكم انتم برك فهمت ما يقلقناش لو كتبيعوا للسيفيل فهمت. لا انا ماشي ما نعطيك الصح كشغل ما يهمناش البيزنس تاع السلاح فيه مشاكل نعطيك اكزومبل دروك انت يا تبيع السلاح لواحد غدوي تجي براكي كبير صح كيفاش انت دروك تبيع لي سلاح راني شريت سلاح ايا غدوة نجي نبراكيك بسلاح اللي بعته لي نتايا تما ما جاياش على بها إيه ما تنساش راه ماكش انت ديجا اليوم سمعت لي ثم جانغ اخرى دخلت المدينة دونك معناتها ما تبيعش انت راه غيرك باش يبيع معليش حرام عليهم حنا نحوسوا على بيزنس واحد اخر حنا لو كان نشرو عليك سلاح من دير في حسابك باللي احنا ما نبيعوش يبقى عندنا ايه اموركم انتوما اخويا ما نجمش ندخل فيه انتوما احرار صح بغيت تسقسيك لارتيست تفضل يزيد فضلك انتوما زدتوا هضرتوا مع دي جانغ واحد اخرين على السلاح باش تبيعوا لهم وقال لكم بلي غالي ولا غير احنا الوالد لا انتوما حاليا الوحيدين اللي موجودين الجانغ الاخرين ما صبت حتى واحد منهم موجود خاطرش علاش انا شبغيت مش عارف انا بغيت الراي ديالك وشوف انتوما هذا بيزنس تاعكم دوك انا بغيت لو كان تلقى مع دي جانغ الاخرين شوف اذا جاهم غالي ثاني كيما حنايا انا شدير هنا عيط البلاك ماركت قال لي الا تبغي نلقيك مع لي بوس تاع لي جانك ماشي شي اوبليجي يكونوا كاع وقال انا ولي بوس تاع لي جانك بلي راهم يشتكوا بلي راه غالي وكلشي اذا شويه يدير بري نقص منه باش هكا ما تنضر البيزنس تاعك انت ما ينضر هو وحنا ما نضر واحد فينا ما ينضر لوجيك ياسر انا هكا بغيت بغيتك تلقى مع لي جانك الاخرين وتشوف تعرض عليهم البري وشوف اذا يضرهم البري كيما ضرنا حنايا حتى انت راح تنضر البيزنس تاعك تهضر مع البلاك ماركت اكيد قلبي يقول على غالي وكل شيء شو تدير السومة في المعقول قول
غاتشك عارف ديجان مدخول في المدينة راهو قليل، الخدمة قليلة. صحيح الفلوس صعب وما همش سهلين في المدينة هذه. أنا بدي قعدت بيت في السوم اللي حطو، وعلاش انا سكت خطر قال لي هدرت مع لي جانك وموافقين هذيك، علاش انا ما خلاص قال لك هدر مع لي جانك، احنا ما عندنا حتى خبر، هذا هو المشكل. هذا يولي يخلط. انا هدرت مع بيرسونال مي ما قاليش على فهمتك. باه مش مشكل. ابار سارة عنا لي شيلد، راه لي شيلد نتصور اسمها مش غالية، هذه 14 كان صار هو الجيلي بلاندي. وي 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 شحال بريت شحال تفيد 14 كاس 14 كاس صافا شيلد 14 كاس صافا. شيلد واش من نيفو؟ شيلد نيفو شحال؟ نيفو 1 2 3. والله شنو الكاتيجوريك؟ ما انا اكذبش عليك، انت نسقسيه ونقول لكم. عندك واحد دوكا في جيبك؟ لا 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 مخبيين كل في المقر. عطيك نوع واحد ولا مختلفين؟ لا كلهم نوع واحد اللي مدهم. كلهم نوع واحد، خاطش فيهم ثلاثة تاع لي كاتيجوري. كاين واحد كيشغل كيما التريكو اللي راني لابسك، تشوف في التريكو هذا. كاين دوزيام كيشغل كيما التريكو بصح فيه لي ساكوش في ال عند الصدر، عند واحد في الصدر. وكاين الثالث يلحق حتى تقريب للجون. فهمتك. الكاتيجوري تروا تما انت انت اللي راه عاطيه لك تقريبا كيما التريكو اللي راني لابسه. والله اسمعني لحظه برك تشوف نقاش شكون من جماعه غادي فيريفي لي في الستوك. لحظه برك ياسين في المقر انت ياسين به فيريفي لي بربي لي شيلد، وصف لي الشكل نتاعهم في المستودع. ما عندكش يوصفوا لك يقحتي جرب جربوا في روحك. لازم يلبسوه، ما يقدرش في ال... لازم يلبسوه باه يعرف، ما يقدرش يشوفو في ال... في الكرتون. معليش معليش لي شيلد هي خلاص شي... ياسين وقيلة لازم تلبسوا باش تجرب دونك. مش ماشي مشكله مش مشكله ماشي ماشي. صح وافر من غير عندك الوقت تاع شكي انت نسلها اخرى عندكم. والله شوف بلاك ماركت هدرت معاه قال لي حاليا راني مانيش باش نفتح حتى سلاح، باش نخلي كان ال كان ديبيتوار بيستول كان ديبيتوار 99 بالذات. فهمت. لا لا انا غير على لي بيستول شي كاين انواع فيهم، كاين غير لي بيتوار. هذا ما كان ماشي بيتوار لا بيكاتر فان ديزناف هذا الوحيد اللي عطاهولي، وقال لي حاليا هذا الوحيد اللي قاعد يمشي يدور في المدينه. ايه خلاص بصح نتلو كي عيط لك خيفي جبت معك سلاح ولا لا؟ انا فين لهنا؟ باش نشلو. لا ما جبت شيء، انا جيت من غير حتى شيء، انا في بالي باش نهدر. ما كاش مشكل ما كاش مشكل. مهم انت شوف مع لي جانغ الاخرين اعطيهم البري هدايا، شوف اسكو اللي يقولوا لك باللي غالي رخيص الى 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 شراوه عليك بهذه السومه بهذا البري. قول لنا احنا ثاني نشرو بهذا البري معليش، ميم صح الا قالوا لك غالي تما اهضر مع بلاك. طيب خلاص خاطش حنا من اللي كنا نهضروا مع بعضنا فهمت، باش نحاجوا مع تفهمت على الاقل واحد من كل جانج نهزوا معايا ونهضروا معاه. والله اكزاكت هذه يطيح لنا في السوم. موضوع اخر بربي تذكرته على خوان كارلوس، سألتني على اللي بيع الديار في المدينه. وي وي انا يا سيمون هذاك اللي عطيتك رقمه راه صحيح ولا رسميا هو المسؤول على المنازل في المدينه؟ اصبر مش عندي الرقم تاعو، اصبر راح لي نورمال. اي مش مشكل تحب نعاود نمل عليك. اصبر اكو اونجستري عندك.